يعني very interesting day، ناس كتير قوي حضرت. انا شايف في واحد بس في اللايف، بس انا هكمل برضو. عبد الله معلش انت ما فيش غيرك في اللايف، بس مش هقدر اخش معاك، يعني لازم بخش مع حد انا ابقى عارفه ومظبطين مع بعض يعني الكلام هيمشي ازاي. يعني بعتذر لك والله العظيم، مش عايزك تزعل. يعني مش عارف في ايه، بس مفيش حد لسه دخل، بس الناس هتظهر. النهارده كنا لسه هلا وغلا. ايوه كده، ازي حضرتك عامل ايه؟ احنا لسه كنا دلوقتي طالعين من محاضره بتاعت زوم، عياده اتعلم مع عطيه، وكان فيها عدد يعني رائع من الناس، وكان في مشاركات قويه جدا جدا جدا. النهارده كان معانا ناس من الاردن ومن السودان ومن السعودية ومن العراق. أحسن مكان تتعلم فيه ماركتينج تعالى اتعلم معايا. يعني عيب يعني تسأل السؤال ده وانت قاعد معايا، يعني حاجة تزعل والله العظيم. بس يعني أبو حميد تعالى احضر معانا الأسبوع الجاي، وهتتعلم حاجات جامدة جدا يعني، وهتلاقي نفسك موجود في الدنيا يعني. الناس حضرت معانا من شوية، لسه مخلصين، قعدنا لمدة ساعتين. كان معانا في ناس كانت أنا الكورسات يا باشا، أنا مش بدي كورسات، أنا الكورسات. أنا بعمل عيادة اسمها عيادة تتعلم مع عطية، كل يوم جمعة الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة. ده بيبقى على برنامج زوم، بنقول للناس بقى، كل الناس اللي عايزة يعني تتعلم بيفيدني في ايه الكورس ده بقى؟ بيفيدني ان انا النهارده سواء موظف، سواء صاحب عمل، سواء عايز اعمل برايفت بيزنس، فبقول لك حلول عمليه عايشه تروح تطبقها، وتيجي الاسبوع الجاي تقول لي انا عملت يا عم عطيه 1 2 3. الواحد 2 3 دول هم دول اللي انت بتروح تطبقهم وتطلع بيهم بنتائج. يعني مش الموضوع اللي انت بس ايه، اللي انت بتسمع كلمتين حلوين وتاخد بعضك وتروح، لا، بتطلع بنتائج تروح تعملها وتيجي تلاقي نفسك ايه، الامور كلها ماشيه معاك. راح تقدم على الكليه العسكريه، تتصرف في اللجنه اللي انت تبقى عندك واثق في نفسك، اللي انت محتاج اللي انت تبقى واثق في نفسك وعارف انت بتعمل ايه، وتبقى عامل حاجه اسمها منتال رول بلاي. المنتال رول بلاي ده اللي انت تتعلم ازاي تبقى نفسك. يعني تقول انا تعمل نفسك كده، تجيب مرايه او تجيب حد من قرايبك او صحابك او كده، وتعمل نفسك اللي انت هيسالوك اسئله وانت تجاوب. كلها اسئله على فكره ثقه، ولازم تبقى عندك ثقه في نفسك. الشباب انا لسه منزل فيديو حالا على الانترفيو، خش اتفرج عليه، اللي بتاع الكليه العسكريه. هتلاقي في حاجات انت ممكن تفيدك. لسه منزل حالا قبل ما اطلع اللايف ده فيديو على الانترفيو، وازاي تعمل انترفيو، وازاي تظهر في الانترفيو. ده فيديو جديد من مجموعه من الكامبين بتاعتنا بتاعت الانترفيوهات. احنا عملنا شويه فيديوهات لطيفه جدا في الفتره اللي فاتت. ابتدينا نركز على وان توبيك، على موضوع واحد، ونبتدي ايه هو صراحة أنا طالع النهاردة أتكلم على موضوع القطر بتاع الصعيد اللي دخل، ده القطرين اللي دخلوا في بعض. البقاء لله طبعا في كل الناس اللي ازاي تتعلم إدارة. تعال احضر معانا وانت تتعلم يعني ايه إدارة، لأن الموضوع مش مجرد بس اللي انت تعمل مشروع وتبقى معاك فلوس أو معاك عندك موظفين. ازاي تتعامل مع الناس، مدير جه في شركة وفي واحد متجاهلني، أعمل إيه؟ متجاهلك بقى من الناس اللي فوقيك والناس، ولا الناس اللي تحتيك؟ ده سؤال. ربنا يرحم طبعًا الناس الشهداء والناس اللي توفوا في الحادثة بتاعت القطر بتاع الصعيد، لأن الموضوع ده يا جماعة يعني مش بعيد عن أي حد فينا. كلنا بنركب قطارات، وكلنا بنسافر، وكلنا بنروح وبنيجي. فربنا يتغمدهم برحمته ويصبر اهلهم، والناس المصابين برضو ربنا يشفيهم ويرجعوا كده
بألف صحة وسعادة يعني، ربنا يرحمهم يا رب. لأن الموضوع ده في حاجة اسمها دايما كده في البيزنس الامباثي، اللي انت تحط نفسك مكان الناس. دي مشكلة أزلية بقى. صهيب بيقول لك ان هو احمد مش هقدر ادخلك يا احمد، معلش انا اسف، ما بدخلش حد يعني، يعني لازم نبقى احنا عارفين بعضينا وعارفين التوبيك اللي هنتكلم عليه. صهيب عنده مشكلة أساسية جدا، بيقول ايه الشغل اللي عايزك فيه تبع وزارة الشباب فأرجو رد. ايه عايز ارد على اقول لك ايه؟ ايه وزارة الشباب؟ فهمني تاني، ابعت لي كده وفهمني، انا مش فاهم حاجة. بيكا 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 مش هقدر ادخلك يا بيكا والله، وحتى يعني بيكا ده اسمه يعني صعب شويه، بس مش هقدر ادخلك، معلش انا اسف. جماعه مش هدخل حد معايا في اللايف غير لما يبقى حد انا يعني مظبط معاه وهو عارفني وانا عارفه، وفي وان توبيك مشترك نفيد الناس بيه، مش مجرد بس اللي احنا ايه نخش نتكلم كده ايه وخلاص يعني. دايما المشكله الاساسيه اللي انت يبقى عندك حد يبقى باسم. انت ولا باسم؟ انت من اسكندريه شكلك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده فدايما دي بتبقى مشكله مع الناس اللي تحتيك، اللي انت بتبقى رايح شغل جديد، فكان في واحد عايز يقعد مكانك فانت جيت قعدت مكانه، فقدامه حاجه من اتنين، يسيب الشغل ويجري يا 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 يرضى بالامر الواقع، بس انت لازم تقنعه بنفسك وتقنعه بامكانياتك وبالشغل اللي انت بتعمله عشان تقدر تكمل والامور تبقى كلها تمام معاك بالنسبه لك. بس تحس ان انت قاعد في حته وانت بقى الريس والكبير والبتاع، واخد بالك، هيطفش وهيبتدي يدور على مكان تاني ويتكلم عليكم. اما بيكون في مشكله مش بحب اتدخل مباشره، ان فعلي ممكن يكون في اندفاعيه. طبعا يعني احسن حاجه ان انت تبقى كالم داون وترد كده بالراحه، ويعني حبيبي احلى ناس بتوع المملكه. ايه الحل وطريقه التعامل مع الرئيس اللي بيتعامل مع الموظفين بالتطفيش وفي خاء في الاخر؟ بس ملهاش وجود، بس مش بيطفشهم. طب ما هو الخسران في الاخر. حبيبي حبيبي يا اسطوره، حبيبي يا اسطوره، ده انت الاسطوره العظيم نايف. بيطفشهم. طب ما هو اللي هو الخسران، ما هو هيطفش ده ويطفش ده ويطفش ده. طب ما في الاخر ما هو هيلبس في الحيط، مش هو بيتحاسب؟ نفسك تتعلم تسويق وانا موجود؟ تعال يا عم احضر معانا يا عم. جماعه كل الناس اللي عايزه تحضر، احنا لسه مخلصين دلوقتي السيشن بتاعت الاسبوع ده، ولسه فاتحين اهو انا والشباب فاتحين الحجز بتاع الاسبوع الجاي. فالناس اللي عايزه تحجز الاسبوع الجاي يعني يبتدوا يبعتوا لي التفاصيل، تبعتوا وانا هبعت لهم التفاصيل، تفاصيل بسيطه قوي ببعت لهم. يا عم ربنا يحلي ايامك يا عم، ربنا يحلي ايامك. الناس كتير قوي بتقول لي يعني موضوع شكلك متغير عن الفيديوز. الفيديو بتبقى موجوده في استوديو بقى وكاميرات واضاءات وبتاع. الوظيفه ولا الشغل الخاص؟ سؤال طبعا زي البيضة والفرخه كده. طبعا الوظيفه حاجه كويسه، بس ابتدي اشتغل في الوظيفه وخليك في الوظيفه. الحجز بحاجه بسيطه جدا يعني، كأنك جبت وجبه ماكدونالدز وانت مروح يعني، وتعالى من غير اي حاجه، تعالى من غير اي حاجه، احجز بس عشان ايه احلاتي. يبقى هو لسه النهارده فاتحين اهو، فاتحين الحجز، فالناس ابتدت تخش تحجز. ابعت لي وهنرد عليك والشباب هيردوا عليك، وتحجز وتخش عادي وتنور الدنيا ومن غير اي حاجه يعني، ما تشغلش دماغك بكام ولا مش كام. حاجه عبيطه جدا لمده اسبوعين، بتحضر معانا اسبوعين وبتخش في جروب واتساب بيبقى فيه تفاصيل وفيه حاجات وفيه كتب وفيه معرفه جامده. الساعه 9. ايوه برافو عليك، ده انت مذاكر اهو. تعبت الخجل واحمرار الوجه ومهما سويت بيطلع عليا. والحل ازاي اتعلم تسويق؟ تعالالي تعالالي. اللي عايز الناس اللي عايزه تتعلم تسويق يا جماعه تعالوا احضروا معانا يا جماعه. لسه الشباب دلوقتي لسه مخلصين، ويعني يا ريت حد منهم يعني يخش على اللايف. طبعا كلهم طلعوا خلصانين مش شايفين بعد
بعد المحاضرة الجامدة بتاعت النهاردة اتكلمنا على أساسيات التسويق، وإزاي تفهم يعني إيه الاستراتيجيات، وإزاي لو أنت عندك حضرتك إيه؟ استنيت الإيه؟ الرد ولا إيه؟ مش عارف إيه؟ آه على إيه بقى؟ رد كلمتك على إيه؟ كلمت حضرتك على إيه؟ قول لي تاني ماشي. ناس كتير قوي بتبعت لي ماشي. وإزاي ده كان معانا دكتور شريف كضيف، اتكلم برضك على شوية حاجات مهمة جدا. شريف ده من أحد الطلبة المجتهدين يعني اللي لسه حاصل على الماجستير. عندك ثقة، عندك عدم ثقة في نفسك وبتخافي، فأنت لازم تتمرني. الموضوع يا جماعة بيروح كله بالتمرين. كلنا كنا بنخاف من المواجهة، وبنخاف إن احنا نروح نقابل زباين جداد أو نكلم حد، أو فأنت محتاجة إن أنت تجيبي مراية وتقعدي تقولي نفس الكلام وتكرريه بشكل أو آخر لغاية ما يا جماعة مش هدخل حد معايا في اللايف، معلش بعتذر لكم الناس اللي عمالة تبعت لي اللي هي تطلع لايف معايا، بعتذر لهم والله. انا عايز بس الراجل بتاع نصر الحكايه ده يجي يحضر معانا. انا شغال جرافيك ديزاينر في قسم، ممكن استفاد ايه من محاضره حضرتك؟ تستفاد ازاي تفكر اللي انت تعمل ازاي شغل جرافيك ديزاينر ده. على فكره ده حاجه مهمه قوي، اللي انت النهارده ازاي تفكر كويس في افكار جديده، ازاي اللي عايز يحجز يبعت لي على طول على الانبوكس هنا او على انستجرام كويس، وبرد عليهم على طول، وبيحجز وبيسجل اسمه عشان الاسبوع الجاي في محاضره قويه جدا جدا جدا. النهارده كانت محاضره كانت ضرب نار يعني، والناس استفادت جامد جدا وطالعين مبسوطين ولسه مخلصين مفيش خمس دقايق. لسه منزل فيديو انا دلوقتي، ممكن اللي عايز يحضر معانا، اللي عايز يدرب في معمل اشعه ومش عارف يعمل ايه يبعت لي كده وممكن اساعدك على قد ما اقدر يعني. قول لي بس منطقتك ايه وحتتك ايه وانت خريج ايه. طبعا يستفيد القانوني طبعا من المحاضره، لان احنا اتكلمنا على بص المحاضره دي تخص مين عشان بس تبقى انت فاهم. تخص اي واحد بيشتغل في شركه، اي واحد عنده صاحب شركه، اي واحد عايز يعمل برايفت بزنس او يعمل مشروع. لان انا ممكن النهارده اكون فاهم في الاداره كويس بس مش فاهم في الماركتنج، مش فاهم في الاتش ار، ممكن ابقى فاهم اتش ار بس مش فاهم اداره ولا فاهم ماركتنج. هي كلها حلقات ومربوطه ببعض، فانت لازم تبقى رابط الحاجات ببعض عشان تبقى انت عارف الامور ماشيه ازاي. اللي عايز يحضر معانا المحاضره ممكن يكسب معانا، هنعمل مسابقه سريعه كده. اخر فيديو لسه منزله من شويه بيتكلم على موضوع، لو انت قلت لي الموضوع ده ايه وفي تريكه في الموضوع كده ممكن ايه تكسب معانا. هنعمل فوت كده، نعمل يعني زي كده نختار من كل الناس اللي هتجاوب ونقول له وان ايه، ونختار حد يخش معانا ويكسب معانا الايه المحاضره الاسبوع الجاي فور فري كويس. تاني المسابقه بتاعت النهارده، انا لسه منزل فيديو جديد على موضوع معين، قول لي الموضوع ايه وتكسب تحضر معانا عياده تتعلم مع عطيه. الباور بتاعك يا سلام، ده انت والله العظيم والقلب الجامد الاحمر ده حبيب قلبي والله العظيم، دي شهادة اعتز بيها. فانت لازم تشحن الباور، تعال احضر معانا بقى يوم الخميس، هتلاقي الباور يوم الجمعة هتلاقي الامبير فوق. تعال احضر معانا، تعال تعال تعال. قول لي اخر فيديو بتاعي كان بيتكلم على ايه، وانت الباور بتاعك هيعلى جامد جدا. هي فيها حاجة انترستنج كده، مفيش ولا واحد جاوب لغاية دلوقتي. قول لي اخر فيديو بتاعي كان بيتكلم على ايه، وممكن تكسب تحضر المحاضره بتاعت الاسبوع الجاي فور فري. كل الشباب يخشوا يشوفوا الفيديو. بص يا باشا، هي اللينك الابلكيشن هو برنامج زوم بتخش عليه، زوم ده زوم ابلكيشن بتنزله على الموبايل بتاع حضرتك من اي حاجه. انت بتقرا لي اسم العنوان وتقول لي عليه، خش جوه الفيديو وقول لي كويس، وبتبقى بتشترك. الفيز اللي انت بتدفعها فيز عبيطه جدا كده، حاجه هبله كده اجنك جبت حاجه بسيطه وانت مروح، بس هي عشان جديه الحضور لانها بتبقى مقفوله على مجموعه معينه من الشباب والناس، فبيبقى فيها كل بقى التعامل مع المديرين، ازاي تتعامل،
انت كموظف تتعامل ازاي مع ادارتك، مع الناس اللي تحتيك ومع الناس اللي فوقيك ومع الناس اللي جنبك اللي هم الكوليجز. ماشي، اللي عايز يعمل مشروع وائل، اللي عايز يعمل مشروع محترم ومربح، تعال احضر معانا الاسبوع الجاي يا وائل، وانا يعني هقول لك كل حاجه. كان معانا لسه واحد، تمام اللي رد ماشي. كان معانا واحد شاب اسمه احمد مالك، شخص لطيف كده ومحترم، وولاد من الشباب الجمال جدا، بيشتغل في الريال استيت وعايز يعمل مشروع لنفسه على الشوزات والحاجات زي كده، وانا قلت له يبتدي يعمل ايه، وهو راح حلاوه بقى العياده اللي احنا بنعملها كل يوم خميس دي، كل يوم جمعه الساعه 9، كل واحد بياخد الروشته بتاعته ويروح يصرفها من شركته، يروح يتعامل ويحاول يحل ويعمل، ويجي الاسبوع الجاي يقول لي هو عمل ايه. كويس، فالموضوع مستمر، واللي عايز يجدد طبعا بيجدد، وفي ناس كتير قوي كانت موجوده معانا الاسبوع ده والاسبوع اللي فات. وحبيب قلبي، حبيب قلبي يا روماني، حبيب قلبي، مساء الجمال والفل والورد والياسمين، ده انت اللي باشا مصر والله العظيم، ده شرف ليا، دي شهاده جامده جدا. ماشي، قول لي يا روماني، خش يا روماني شوف اخر فيديو احنا كنا بنتكلم على ايه لسه منزله من شويه، ويمكن تكسب معانا عم روماني، واحلى احلى ورد عليك يا روماني. اللي عايز يقول اقول اسمه اكتب لي اسمك وانا اقوله على طول. يلا روماني، يلا روماني، المفروض اعمله وانا طالب عشان يساعدني في الحياه المهنيه بعد التخرج، اللي انت تبتدي تتعلم مهارات الاساسيه اللي احنا بنتكلم عليها دي، مهارات الانترفيو، مهارات التواصل الجيد. انت محتاج طالب كليه، اللي انت تحتاج اللي انت تعرف شويه ماركتنج، تعرف شويه مانجمنت، تعرف شويه اتش ار، حاجات البيزك اللي احنا بنقولها في المحاضره بتاعتنا. انا قريب علي ربيع، لا والله العظيم، والله هنا مش هقدر، هنا والله العظيم هنا مش هقدر ادخلك، والله عايز ادخلك معايا والله بس مش هقدر. قريب علي ربيع، والله ما اعرف علي ربيع، وعلي ربيع ده انا بحبه وبحب اتفرج على مسرح مصر، بس انا لا قريبه ولا اعرفه ولا انا شبهه على فكره. ربنا يخليك يا ابو حميد والله العظيم، ولا انا شبهه على فكره، انتوا بس اللي بتقولوا كده بس. شيف حلواني يا سلام، مساء الجمال. طب ما يعني رمضان داخل يا شيف حلواني كده، وممكن نعمل لك على فكره كمان، انا بشتغل كانفلونسر، اي حد عنده مستحضر او عنده منتج ممكن بنعمل له دعايه عليها، تبقى محاضرتين في زعبيطه كده اكنك جبت وجبه وانت ماشي، يعني محاضرتين هي كل اسبوع. عايز تجدد وعايز تحضر معانا تاني ده شرف لينا. عم الشيف احنا داخلين على رمضان، وطبعا انا يعني منور الدنيا، ما باكلش حلويات يعني كتير، موقف حلويات، بس ممكن تبعت لي حاجه ظريفه كده. وممكن يا جماعه اللي عنده حاجه عايز يسوقها ممكن نعمل له فيديوهات عليها، و ساعات كده، ساعات ساعات ببقى دكتور جامعي ساعات. حبيب قلبي اللي في ثالثه ثانوي نفسه يخش هندسه، ربنا معاك والله العظيم، انت زي ابني طبعا، ربنا معاك وربنا يوفقك. بس انت محتاج ان انت ايه، الرياضه خداعه خلي بالك، فانت محتاج ان انت تركز، وفي ايام صعبه والدنيا خلاص فاضل لك شهور اهو، بس ظبط امورك. حوارات، احلى كلمه، حوارات الانجليزي الاونلاين باشا. طبعا عادي ان انت تغير اكتر من شغلنا في وقت قصير، بس مش حاجه يعني، ممكن تعمل كده مره اتنين تلاته، بس مش على طول يعني، لازم تثبت بقى وتثبت نفسك في حته كده وتظبط امورك يعني، لان التنطيط الكتير ده مش كويس برضك، فانت لازم تثبت يعني. يا ريت يا جماعه الناس اللي موجوده في اللايف والناس اللي بتحبنا يعني تعمل لنا شير لللايف ده، يا ريت الناس تعمل شير وتخش على اخر فيديو تقول لي اخر فيديو احنا بنتكلم على ايه، ممكن يكسب. الناس اللي جاوبت خلاص ممكن تجاوب تاني، طبعا انا بسجل اللايف، فاي حد بختار منه بعد كده حد يجوين معانا في الكورس الاسبوع الجاي باذن الله، اللي هو الجمعه الجايه الساعه 9 بالليل، عيادة تعلم معطيه. وياريت الناس كلها تعمل شير لللايف بعد اذنكم، للناس اللي حاضره معانا لو عندهم انترستد. الكورسات بالسيد مش بالصوت اللي تاخدها في كليه التجاره، الكورسات اللي انت تيجي تحضر معايا بفيس بسيطه خالص كده، او حتى لو انت ما عندكش مقدره تعال احضر ومفيش اي مشكله، وربنا يوفقك كده، وانا هقول لك بالظبط هظبط لك امورك.
ماشي، ده انا اللي بحبك، ده انا اللي بحبك والله العظيم. ايوه يا روماني، ايوه يا روماني، ايوه يا روماني، ايوه يا روماني. ايه رايكم في الفيديوهات الاخرانيه بتاعت الانترفيوهات دي؟ نكمل ولا نوقف ونخش على حته تانية ولا حته جديده؟ يا ريت الناس الموجوده تعمل شير كده لللايف. انا موضوع اللايف ده بقى لي 4 ايام تقريبا او بقى لي 3 ايام، كل يوم بظهر لايف في نفس الوقت. فانتوا لو الناس انترستد برضك، الناس اللي بتبعت لي، الاخت اللي بعتها لي على الكورس هرد عليها دلوقتي بعد ما اخلص، هرد عليها على الانستجرام باذن الله. حاضر حاضر حبيبه هيمه، حبيبه هيمه، حبيبه هيمه. شير بقى شير. ممكن نضيف الفيديو طبيعه الشغل، يعني ايه؟ فهمني. والله العظيم انت عظمه، ربنا يوفقك يا حبيب قلبي. التزام بالعمل، وانا عمر ما حد هتبيع كل اكل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. حماده 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 حماده، يا ريت الناس تعمل شير لللايف ده. على فكره في فيديوهات كتيره قوي. جدع روماني، روماني اول واحد عمل شير. جدع روماني، روماني 83 83، يعني عندك كام سنه روماني؟ شاب جميل والله. حبيبي يا دكتور، حبيبي انت احكي لنا شويه عن مبيعات وفن التعافض. حاضر. عن بيئه العمل واداره الافراد. حاضر حاضر حبيبي. بتعيط ليه بس؟ بتعيط؟ دي قلوب، دي قلوب هرطات. اعملوا شير يا جماعه، اعملوا شير. متشكر لله، ربنا يخليك يا حازم والله العظيم. صح كده ولا انت فهمته؟ مش عارف تستفيد مني والله العظيم، ده شرف ليه. اكيد انت فهمته غلط طبعا، اكيد انت يعني، اكيد انا يعني قصدي كويس. الناس اللي بتعمل شير، احمد جماله، احمد عمل شير للفيديو. الشيرات اللي انتوا بتعملوها يا جماعه بيجي لي اللينكات، بيجي لي منوره دلي. الناس اللي بتجوين معانا وبتعمل شير يا ريت تعمل، نعمل شير لللايف. بيجي لي الفيديوهات بتاعتي دي عن طريق جروبات الشغل. كل جروبات الشغل دلوقتي عليها شكر حازم، كل جروبات الشغل عليها الفيديوهات بتاعتي، وناس بعرفها من السعوديه ومن العراق ومن اماكن كتير قوي في الوطن العربي بيقعدوا يبعتوا لي اصحابي، يعني بيقعدوا يبعتوا لي ان الفيديوهات بتاعتي دي بقت منتشره في جروبات الشغل جامد جدا، والناس بتقعد يعني تشير القصه دي، لان الموضوع بقى ايه، منتشر وبيمس الايه القلب، يعني بيمس الناس اللي ايه. حبيبي اللي عمل شير، الجوكر، الجوكر عمل شير. يا جماله يا جماله يا جماله. لو بتشوفوا في راجل اسمه ناصر حكايه كده، لو بتشوفوه. لغه الجسد دي موضوع، لا بودي لانجوج، انا عامل فيديو عنه. موضوع سهل جدا ومش قصه يعني. البودي لانجوج خلينا نقوله بسرعه كده عشان الاخ حبيبنا كده اللي بيسال عليه. البودي لانجوج اللي انا اشارات الجسد، لما انا اقعد انا بكلمك كده واقعد اعمل كده، او انت تقعد قدام حد وتقعد تعمل كده، انا متوتر كويس، لما اقعد اعمل كده واقعد اكلمك، ها قول لي كده، عامل لك ابتدى عامل لك حاجز بيني وبينك كويس، لما اقعد اعمل لك كده، لما اقعد ابص في الساعه كل شويه، يبقى انا كده ايه قلقان وحاسس ان انا مش عارف كذا كويس. لو انا قاعد عمال ابربش وقاعد مش عارف اعمل ازاي، متوتر. لو انا قاعد عينيا ما بتنزلش من عينك وافضل كده عندي ثقه في نفسي وقاعد حاطط رجلي على انسون، لغه الجسد مش صعبه قوي يعني، حسب الوقفه وحسب القعده، وانت بتعرفها مع الوقت. وممكن نتكلم عليها كل حاجه يعني، وفي فيديو كامل انا متكلم على البادي لانجوج ولغه الجسد. منورين الشباب، متشكر قوي يا عم. بيرسونال براندنج، يا سلام يا سلام. احمد، احمد مالك، احمد مالك ظهر هنا اهو. احمد كان موجود الناحيه الثانيه وظهر هنا. احمد مالك عايز على البيرسونال براندنج. البيرسونال براندنج ده اللي هو ايه؟ اللي انت تسويق الشخصي. اكتر واحد في مصر بيعمل بيرسونال براندنج هنا هو عمرو دياب، وطبعا نمبر 1 بيعمل برضك، بس بيعملها بطريقه مش حلوه يعني. عمرو دياب بيعملها بالشياكه صراحه وباراقه، وكل الناس بقى العالميين بيعملوا موضوع البيرسونال براندنج دول وشغالين فيه يعني نار. البيرسونال براندنج ده اللي انت تسوق لنفسك
عايز يجيب منتج ويسوقه على النت ويعمل اعلانات على الفيس، بس خايف تخسر. هتخسر ايه؟ اصل انت هتخسر ايه؟ خساره الاونلاين قليله على فكره. اللي انت الخساره اللي انت هتعملها الاعلان اللي هتعمله على الفيسبوك. كويس، ما انت مش هتجيب من المنتج ده. عنده 20 سنه ولسه بدات شغل من 18 سنه ماشي، بتاع الاونلاين مش هتخسر حاجه على فكره، خسارتك قليله على فكره. طب انت لما تيجي تعمل اعلانات على الفيسبوك هتعمل اعلان بكام؟ ب 200 جنيه 300 جنيه 1000 جنيه كويس، مش هيبقى الخساره الكبيره. ان شاء الله ما فيش خساره باذن الله. اللي عنده 18 سنه ايه النصايح اللي انت تبتدي على نفسك من النهارده؟ يا ريت الناس تعمل شير للفيديو، يا ريت الناس تعمل شير للفيديو لاخر فيديو، وتقول لي، والفيديو اللايف ده طبعا، وتقول لي اخر فيديو كنت بتكلم على ايه، عشان في ناس جاوبت و دخلت حليت امتحانات كويسه في المحاسبه واداره الاعمال، تنصحني ان انت تخش حاجه من الايه، تخش يا ماركتنج يا لوجيستيك برضو من الحاجات الكويسه، او سبلاي تشين. دول انا روماني مكسر الدنيا شيرات، مهند حبيبي برضو عامل شغل جامد، واليوزر عامل برضو يوزر، غير اسمك يا يوزر، يوزر غير اسمك، سمي نفسك باسمك. احمد مالك عمل شير للفيديو، اشتري المنتج الاول ولا اعمل اعلان الاول؟ طبعا يعني بالعقل يعني كده، لو انت عندك الابيليتي تعمل اعلان الاول ماشي. اللي عايز مكان معتمد تاخد كورسات معتمده تعال احضر معايا وهديك كورسات معتمده، انا معتمد تعالى. وانا بدرس على فكره لطلبه الماجستير وطلبه الدكتوراه، ولسه عندنا طالبين لسه متخرجين، واحد ماجستير واحد دكتوراه قريبا يعني الحمد لله يعني، وانا كنت المشرف بتاعهم. فالاماكن الصح تعالى، الاماكن الصح انا المكان الصح باشا، تعالى واشترك معانا في كورس بتاع يوم الجمعه، عياده تعلم مع عطيه، ومش هتندم يعني. واحنا جارانتي يعني، لو في اي حاجه ما فيش مشكله، الامور كلها سهله وسهله وتتظبط يعني. خش على اخر فيديو لسه منزله من شويه، وشوف كده الدنيا ماشيه ازاي، وقول لي كنا بنتكلم على ايه، ممكن تكسب تحضر معانا المحاضره الاسبوع الجاي. هو الاصل بتاع الفيديو اللي احنا بنتكلم على الشهداء طبعا بتوع الصعيد، ربنا يرحمهم طبعا، لان كل واحد فينا معرض طبعا يحصل له اللي حصل لهم، اللي انت تبقى راكب وسيله مواصلات او مسافر في حته او رايح في حته، فده قدر، والحذر لا يمنع القدر ان انت تخش ويحصل لك حاجه زي كده. فربنا، شكرا حبيبي، ربنا يخليك عبده يعني، بشكرك، وابعت لي وانا هديك التفاصيل كده بتاعتك. مصطفى سلامه منور، مصطفى سلامه 059، بشكرك يا حبيب قلبي. كريم لسه حاضر معانا، كريم، خشوا اعملوا شير لللايف ده. حسين حسيت برضك لسه داخل، يوزر عملت ايه مع الواد بتاع التعدي؟ خلاص الواد ده انتهى، خلاص الواد انتهى، الواد انتهى. وجماعه انا عايز اقول لكم بس حاجه، ان مفيش حد يعني يحصل له هراس بكده وحد يتعدى عليه ويسكت، لان الموضوع سهل جدا متوفر وظائف في مصر طبعا، مصر كلها وظائف، بس انت محتاج ان انت تدور وتسعى وتاخد بالاسباب، وربك الرزاق يعني. انت في الاخر اي حد يا جماعه عايز يتوظف هو لازم يبقى عن اصحاب الشركات. خلاص بقى الموضوع بايخ صراحه وبيضايق يعني، بس انا قررت ان انا اجنور اي حد يعني يبقى حاجه سلبيه. النهارده واحد سعودي دخل برضو يعني كده، كان راجل محترم ولطيف يعني، وكان بعت لي السلامات والتحيات يعني عن اصحاب الشركات، ان هو دايما في اربع انواع من الشخصيات. لا والله مش صاحب شركه، بس انا يعني صاحب يعني، عندي بروجكت كده اونلاين كده. موسى محمد منور الدنيا، موسى منور الدنيا، موسى منور الدنيا. فانا مش صاحب شركه،
شركات الأدوية ده ملعبي بقى. تعال، عايز تسأل على إيه شركات الأدوية وأنا تحت أمرك يعني. أنصحك إن أنت تبتدي تخش على لينكد إن وتدور على شغل وتقدم في أشغال وترضى بأي شغلانة تجيلك على فكرة. ما تقعدش تتأمر، ارضى وحتى لو بمرتب صغير، والأمور تمشي معاك خطوة خطوة. مش عارف ياخدوا خريجين معاهد عليا؟ اكيد ياخدوا، ما ياخدوش ليه يعني؟ هو المعاهد العليا دي ايه مالهم يعني؟ عادي يعني ياخدوا طبعا. قدم بس وسعى والامور كلها. والله مندوب مبيعات في الاردن بتاع كيمياء ده حلو برضه، بيبتدي بيها بسعر ايه. هو القرض حرام؟ بص انا مش شيخ يعني عشان اقول لك القرض حرام ولا حلال، بس يعني في شيوخ كتيرة اختلفت على القصة دي. أنا مش، أنا يعني لا أفتي في هذا، أفتيك في اللي أنا أعرفه يعني. اللي أنت تبقى ميديكال ريبريزنتيف، اللي أنت يبقى عندك نولج وعندك سيلينج سكيلز، هما دول الحاجتين الأساسية. عشان كده بياخد حد يبقى عنده ميديكال باك جراوند، عنده خلفية طبية، و سيلينج سكيلز يبقى عندك مهارات البيع، تعرف تتواصل مع الزباين بتوعك وإزاي تعرف ترد عليهم وإزاي تقدر تبيع المنتج بتاعك للكاستمرز بتوعك. ده يعني من الاساسيات اللي هي بتاعت ايه اي حد عايز يشتغل في الجزء بتاع الاعلام، الاعلام الدوائي. والاردن لو انت في الاردن، ما اعرفش حضرتك في الاردن ولا فين، بس الاردن فيها فارماسيوتيكال كامباني جامده جدا وفيها الشركات جامده قوي. انا في كليه زراعه، اشتغل في المصنع ولا اشتغل في مبيعات افضل؟ طبعا اكيد لو اشتغل في مبيعات هيبقى ليك مرتب اساسي، مرتب ممكن ما يبقاش كبير بس يبقى عندك فلوس، يعني امكانيه ان انت تاخد فلوس عن طريق البونص. عامل بكره انترفيو لماركتيز، نصيحه ليه اقيمهم ازاي في الماركتنج الاول؟ ده انت بتقطع علينا بقى. ماشي. في حاجه اسمها يعني اللي انت في حاجه اسمها بيرسوناليتي تيست. لو انت بقى بتاع ماركتير بقى بجد بقى، في حاجه اسمها بيرسوناليتي تيست، اسمها مايرز بيجر. مايرز بيجر دي واحده يعني بتاعت سايكولوجي، بتاعت علم نفس، عامله التحليل ده من 1940. خش كده هتلاقيه على الانترنت، هتلاقيه بالعربي وبالانجلش. ده لغايه من 1940 لغايه النهارده بيطلع بيرسوناليتي تيست، تحليل الشخصيه، بيطلع نتائج لا ما تخرش الميه. اعمل لهم البتاع ده وقبل الانترفيو خليهم يعلموا عليه ويحلوه في 10 دقايق، هيحلل لك شخصيتك وهيخلي له يعني موضوع جامد جدا. ماير سبيكر اسمه كده. يا رب تكون انت موجود في اللايف. هو مهارات البيع بالقسط لتجميع المليون وانا راس مالي، عايز تعمل ايه بقى؟ مش فاهم. عايز تجمع مليون وتهرب يعني ولا عايز تعمل ايه؟ فهمني. عايز فيديو عن مهارات بيع بالقسط. بالقسط مش عارف السؤال ده، قوله لي تاني. اللي بيسالني على في كام انترفيو، والله العظيم في شركات بتعمل 5 أو 6 انترفيو، كل واحد يعني من اول الراجل الاوفيس بوي لغايه السي او رئيس مجلس اداره الشركه بت ممكن يعني يعمل انترفيو معاك. ففي شركات ممكن تعمل، شركات كبيره بتعمل 5 أو 6 انترفيو، فهي مش بالمتر يعني. ازاي ابيع القلم؟ قول لي انت ازاي تبيع القلم. فين القلم؟ القلم اهو. ازاي ابيع القلم؟ اللي بيسالني شغال فين، لو عندك شغل ليا اقول لك والله ببعت لك السي في. انا شغال مع شركات يعني واشتغلت طول عمري في السيلز وفي الماركتنج وبزنس ديفلوبمنت، وبشتغل استشاري مع شركات وبدرس وبدرب موظفين في شركات كتير قوي، عندي اجيال من تحت ايدي يعني. فلو حضرتك عندك شغل ليا قول لي وانا هبعت لك السي في ويحصل لي الشرف يعني. ازاي ابيع القلم بقى؟ قول لي بقى ده السؤال. دلوقتي السؤال اتطور. كان في واحد زميلنا كده من قيمه يومين راح عمل انترفيو في حته، وبس الموضوع كبر بقى وحلو، وقالوا له ازاي تبيع الساعه؟ قول لي ايه انت مش عارف ايه، او الزبون اللي عايز تبيع له القلم مش عارف الكلمتين اللي انت كاتبهم، الجه او الزبون مش عارفها يعني ايه. بس انا لو عايز ابيع القلم هقول له الفيتشر بتاعتها، هقول له المميزات. منور يا محمد يا كول.
منور يا محمد ياكول، منور يا محمد ياكول. فهقول له المميزات بتاعت القلم وايه، وفي في راجل اسمه ناصر حكايه كده يا جماعه، اعملوا له منشن بعد اذنكم. الراجل ده عايزين نطلع معاه لايف كده مره، لانه راجل لطيف ومحترم يعني. يا ريت الناس لو حد يعرفه، اسمه ناصر حكايه، راجل محترم كده بيعمل فويس اوفر. النداء الاخير ناصر حكايه، يا ريت تعملوا له منشن لو حد يعرفه، فيا ريت يحضر معانا. فانا اللي عايز ابيع له القلم هقول له الفيتشر والبنفيتس بتاعته، هقول له المميزات، وابتدى احمد يا محمد منور، احمد يا حماده، احمد حماده حماده منور، احمد محمد منور. ماشي جدع، اعمل له منشن كمان، اعمل له منشن، ده راجل جميل ومحترم. قلم ب 4 جنيه لو سبته في حته ده انت حفظت الفيديو جدع حازم والله العظيم. القلم ب 4 جنيه لو سبته في حته او مشى مع قلم تاني مش هزعل عليه. انت حافظ الفيديو، انت جميل يا حازم والله العظيم جدع. طب قول لي حاجه تانية يا حازم. حازم بيقول لي بالكوبليه كده الايه، حاجه من الفيديوهات اللي انا قلتها. ان في لبيس. طب قول لي من الفيديو تاني يا حازم، بدل ما انت بقى شاطر وبتحفظ كده. حازم ما تجرب تعمل ليبسنج، نفسي حد، ما عنديش ولا فيديو، ما عنديش حد لسه بيعمل ليبسنج للفيديوهات اللي انا بقولها. مفيش حد بيعمل ليبسنج لفيديوهات اللي انا بقولها، بس هو بيقولها بطريقته. يعني في لبيسه مش هتبوظ البدله جدع، خليهم يرفضوك والله العظيم كلنا حفظنا لها حاجه جميله. طب قول لي يا عم اليوزر، مش عارف اسمك ايه يا يوزر، قول لي قول لي قول لي كوبليه تاني يا يوزر. قول لهم اسمها مش خليهم، قول لهم يرفضوني. نام لهم على باب المكتب كده، قول لهم ارفضوني. تاني يا يوسف، تاني خش على البايو يوسف اللي بيسالني شغال ايه، وانت هتدور وهتلاقيه وهتعرف. لو عندك شغل ليا ابعت لك السي في. منور يا ميلاد، ميلاد جوين. ايوه ناصر حكايه، ايوه اعملوا ناصر حكايه والنبي يا جماعه، انا عايز الراجل ده يخش معانا. قول لهم ارفدوني. ايه تاني؟ قول لي، قول لي يا حازم وقول لي يا محمد ايه تاني حافظينه من الفيديوهات. العيال دي لذيذه والله. تاني بالله عليك، مفيش حاجه اسمها تنميه بشريه، كويس؟ دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه كان هو، ربنا يخليك يا عم يوسف، دكتور ابراهيم الفقي هو اللي بدأ القصه دي. والناس ايوه الانترفيو مش خاص في جبهه بينك وبينه، ده انت ايه ده، ده انت جميل يا حازم والله العظيم. فدكتور ابراهيم الفقي هو اللي بدأ موضوع البتاع التنميه البشريه دي، والناس مشيت عليها، وناس كتير قوي على فكره، والناس من صحابي ايوه بتاخدها على صدرك وتردها له تاني. في ناس من زمايلي واصحابي يقول لك دي حلو قوي الفيديوهات بتاعت التنميه البشريه بتاعتك دي، وانا يا جماعه مش بقدم تنميه بشريه خالص، انا بتكلم في السيلز، وبتكلم في الماركتنج، وبتكلم في المانجمنت، وبتكلم في الاتش ار، وبتكلم في البيزنس ديفلوبمنت. بجد الجمله دي خلت ثقه في قانون التوظيف، وشالت رهبه الشركات انهم عادي ممكن يقبلوا اي حد. يعني ايه يعني؟ فهمني يا محمد دي اي جمله بالظبط. مسؤول شؤون اداريه، المسؤول شؤون إدارية مش عارف في مؤسسة قطاع خاص ولا قطاع عام، بس انت لازم تبقى انت لطيف مع الناس، يعني لازم تعامل الناس بالحسنى، لان دايما مسؤول شؤون إدارية ده بيبقى يعني كده، يعني وشه خشب على طول كده، ومتضايق من نفسه ومتضايق من الناس ومتضايق. فنصيحتي ليك ان انت يبقى انت بشوش كده، وبتتعامل مع الناس بحب ويعني وتلاطف، لان دايما الناس بتبقى يعني بتلجأ لك عشان تخلص حاجات، ودايما بيبقى عندهم مشاكل. طبعا ممكن حد عنده 44 سنه ويبدا حياته، لا طبعا طبعا يبتدي طبعا. ايه رايك في شغل الشركات عامه والوظيفه؟ بحس ان عبوديه الانتظار جزء من العبوديه، مفيش حاجه اسمها كده. شغل الشركات لو الناس كلها بقت اصحاب. نصيحه للسكرتير المدير في مستشفى خاص، حاضر. انت مسؤول فرفوش جدع والله العظيم، كويس بتعرف تتعامل سي في، يعني اقصد انت لو ظبطت هتتقبل باذن الله كواليفايد، وانت طبعا اصلا مش فاهم يعني ايه قوي، بس يعني شكلها كلام حلو كده.
لو مسؤول فرفوش خلاص والله يبقى ربنا يبارك لك. اللي بيسأل عايز يبقى معلش قول لي عشان في أسئلة كتير قوي دخلت وانا توت يعني ارد عليك. حاضر. محمد حسن عمل لي شيء، عمل لي ستارت فولوينج على الانستجرام. فكرة انتظار المرتب فكرة عبودية؟ لا طبعا مش فكرة عبودية، لان معلش المرتب اللي انت بيديهولك ده مش بيديهولك. محمد حسن بعت لي رسالة على السلام عليكم، زي معلش قال شكل كده عليكم، هرد عليك يا محمد. مش عبودية ولا حاجة، لانك هو وين وين سيتويشن. ممكن اللينك بتاع زوم عشان احضر مع حضرتك، اللينك بتاع زوم ده مش فري يا جماعه، اللينك بتاع زوم ده بيبقى مقابل، ومقابل عبيط جدا، ومفيش اي مشكله. والله يا ابني برد اهو، قول لي مندوب مبيعات من غير ما تقول، قول لي انك مندوب مبيعات من غير ما تقول. حلو ايه، انا مدير مطعم وباجي على نفسي كتير ومش بحب ازعل حد. جدع، بس ما تجيش على نفسك يعني، بس خليك لطيف مع الناس، لان الناس وعايز اقول لك حاجه، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك عمره ما زعل يعني حد من الناس اللي شغالين معاه، وعمره ما قال له اعمل ولا بتاع. طبعا هو كان رسول يعني، وكان يعني في طبعا يعني، يعني احنا مش هنقدر نعمل زيه. حبيبي يا يحيى، تاخد المرتب وتصرفه وتستنى، كلامك صح طبعا. عشان كده لازم انت تعمل برايفت بيزنس، وتعمل ده اللي احنا بنحاول نعلمه للناس، ونحاول نوصله للناس، اللي انت تبتدي تعمل، ربنا يخليك، ده انت المحترم عم كوبا والله العظيم، اللي انت تبتدي تعمل برايفت بيزنس نفسك، وتعمل شغلانه لنفسك، وده اللي هيخليك ان انت تتخلص من العبوديه يوم من الايام. والله برد عليك اهو. انت سؤال مهم، لازم احط مرتب ثابت اطلبه في كل الشركات ولا اغيره حسب امكانيات الشركه؟ لا طبعا، لو انت عملت مرتب ثابت، بس هو كل شغلانه في الدنيا ليها توبها يعني، ليها المرتب بتاعها وليها الفلوس اللي هي بتاعتها. الـ يعني شغلانه مثلا خريج مش عارف كذا، يبقى المرتب بتاعه في حدود كذا. والله خالد لو عندك شغل ليا قول لي، وانا انا معاك يا خلود. خش على البايو بتاع خالد وانت تعرف انا شغال فين وبعمل ايه وبخلي ايه. شايف نفسك فين بعد 5 سنين من دلوقتي؟ انت شايف نفسك فين؟ حازم انت خبراتك كلها في الفيديوهات الجديده. حازم انا عايزك تبص على الفيديوهات القديمه. بقول لك يا دكتور انا عندي مشروع تجاري وعايز اطوره. حلو قوي يا عم يحيى، تعال احضر معانا وانا هقول لك تعمل ايه في المشروع التجاري وازاي تطوره. احنا بنعمل يا جماعه كل يوم جمعه عياده تتعلم مع عطيه، بتبقى الساعه 9 بالليل على برنامج زوم. خش ابعت لي وانا هقول لك التفاصيل بتاعتها كلها. كل دكتور، هل الدكتور في إدارة الأعمال تعمل فرق؟ دكتوراه تعمل فرق؟ طبعًا 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 طبعًا، دكتوراه في إدارة الأعمال بس غالية. عايز معلومات أكثر عن أدوية يعني مرتب والجو. أنت خريج إيه يا عم روماني؟ روماني أنت خريج إيه وأنا أقول لك؟ أنا شايف نفسك مكانك فين بعد 5 سنين؟ دكتوراه في إدارة الأعمال، عايش شغال لحساب نفسك. ممكن طبعا. مين؟ علوم قسم كيمياء وجيولوجيا. ماشي يا روماني، حضرتك اللي بتمنحنا فيديوهات كلها ربنا يخليك، بتمنتج الفيديوهات كلها. خلي بالك من موظف العصفورة، دخلت الجيش. لا عايز ايه دخلت الجيش ولا دخلت الجيش؟ عايز ايه مني؟ قول لي مونتاج الفيديوهات مش عاجبك، قول لي الفيديو لو انت مش عاجبك قول لي. بتاع الشركه اللي بتنزل منتجات غاليه مع ناس مع كده الناس بتشتري. طبعا دي حسب الاستراتيجي بتاعت الشركه. الروماني خريج علوم وعايز يشتغل في شركه ادويه، هيشتغل في شركه ادويه. مرتبات شركات الادويه بين حسب الشركه بين 4 و6 في الشركات المتوسطه، وممكن لو انت اشتغلت في شركه مالتي ناشونال هيبقى ليك وضع خاص. عمال بتكلم في مطرح والكاميرا في مطرح، بعمل شغل جامد، لاني بقرا من حاجه تانية، بقرا الكومنتات مش من الكاميرا، بقراها من مكان تاني. شغل دماغك بيه انت. انا اتجهت لمجال الفريلانس والشركه بالنسبه لي بقت 8 ساعات. حلو جدع، برافو عليك.
اعمل ايه عشان اطور؟ تعال احضر معايا، اللي عايز يطور معايا يحضر معايا. عايز اشتغل محامي حر ولا اشتغل محامي حر واشتغل في شركه، اشتغل في شركه وخليك حر بالليل، خلي 8 ساعات زي ما قال لك كده بتاع الشركه. طبعا كليه الاداب ليها شغل، حضرتك اسلوبك كويس في الفيديوهات، ربنا يجازيك خير، بس من شغلي في الشركات اهم حاجه عندهم بيعه بس. ماشي. بعد ما دخلت شركه لقيت ان المديره وقال لي على غلطه ومش عارف اعمل ايه ولا حتى عارف اكتسبها ازاي. فهمني تاني عبد الرحمن، فهمني تاني استاذ، كلمني عن التسعير. انا بشتغل هاند ميد كتير قوي. حلو قوي. التسعير احنا قلنا في فيديو احنا متكلمين على التسعير، في اكتر من في أرب في اربع طرق للاستراتيجي للتسعير. اول حاجه ان انت تشوف انت التكلفه بتاعتك ايه، يعني الحاجه مثلا كلفتها 100 جنيه تحط عليها هامش ربح. تاني حاجه ان انت تشوف الكومبيتور بتاعك بيعملوا ايه وتعمل زيهم. تالت حاجه منور الدنيا، ان انت تحط لنفسك ميزه تنافسيه وتحط ليها سعر ليها خاص. في فيديو كامل انا كنت عامله على التسعير، خش شوفه كويس. و حلو، رد عليا. ما انا رديت والله، قول لي وانا ارد تاني. بتقول المدارس ما عملتش حاجه، ما علمتناش حاجه عن ازاي تجيب فلوس، وده اللي مخلينا في ساقيه محدوده. ماشي. مونتاج مش عاجبني، بالعكس هو محترم، بس شايف ان الفيديوهات بقت اكبر تنزل على اليوتيوب افضل. لو ان الفيديوهات بقت ماشي. بص هقول لك انا، المونتاج مش بالعكس هو محترم، بس شايف ان الفيديوهات بقت يعني لا قصده لو انا اشتغل على اليوتيوب اكتر. اليوتيوب عايز وقت وانا ما عنديش وقت، يعني كل فيديو في اليوتيوب كنت بعمل فيديوهات قبل كده على اليوتيوب، كل فيديو محتاج مثلا اعمله ربع ساعه او تلت ساعه، ممكن ياخد مني يوم كامل، فانا ما عنديش الوقت والرفاهيه كده. سكرتير المدير يا دكتور ما رديت. حاضر حاضر والله، بخلص بس كلام مع الراجل المحترم ده. فانا بنزل اللايفات دي دلوقتي بنزلها على اليوتيوب، وقناه اليوتيوب عندي دلوقتي يعني كويسه وبقت شغاله كويس. بليز الناس كلها تخش تجوين قناه اليوتيوب عندي، وكل اللايفات بحطها بنزلها على قناه اليوتيوب، والانستجرام برضو عندي هنا هنا دلوقتي احنا داخلين على 170 الف. الاوبجكتيف بتاعي والهدف بتاعي اللي احنا نوصل نوصل نص مليون عشان نبقى فيريفايد، نبقى موثقين، الحساب موثق. شوف حد يعمل لك مونتاج بمبلغ بسيط مقابل انك تشيله، انا اشيله من غير حاجه. هلا يا حبيب قلبي، انشر اي حد، واي حد عايز يعمل دعايه المنتج بتاعه ولا حاجه انا مستعد، يعني بعمل كده فعلا، ما عنديش مشكله حتى. او يعني بس انا بعمل فيديوهات ليها دماغ معينه في الفيديوهات، فانا عشان كده يعني بحب اعملها بنفسي، ويا رب يكون الفيدباك يكون يعجبكم. يعني اللي عايز يعمل في الأكاديمية العربية ياخد فيها ماستر ماركتينج وشغل يشتغل في الكارير مع عدم الخبرة، طبعا تقدر. انت لو انت متخرج في اوروبا والدول المتقدمة مفيش حد بياخد الماستر غير لما غير بعد 7 سنين شغل. بعد ما يشتغل 7 سنين كلية زراعة هتشتغل في حاجات كتير، او ممكن تشتغل في شركات أدوية، ممكن تشتغل مندوب، ممكن تشتغل في حاجات كتير قوي. يعني مجال كلية الزراعة مفتوح، كلية جميلة وحاجات جميلة. ماذا تعلمك المدرسة عن المال؟ بتعلم أهلك عن المال. ليه حلقات على البرودكاست؟ لا مش عارف، أنا ما دخلتش على البرودكاست قبل كده. قول لي أخش إزاي وعلمني وأنا أتعلم، مفيش مشكلة، أنا بتاع ماركتينج بس أتعلمها. إيه الكورسات لما أروح، لما أدخل قسم إدارة أعمال اتش آر؟ خش هتاخد دبلومه اتش ار، لما تاخد دبلومه اتش ار هتبقى هتعرف البيزكس بتاعتي. قطع الغيار طبعا دي حاجه، طبعا حاجه جامده جدا. المفروض اعمل انا بعمل دورات يا عمي، امال انا فاتح ليه؟ انا بعمل دورات، وكل يوم جمعه على زوم عندنا عياده اسمها تعلم مع عطيه. العياده دي بندرس فيها كل الحاجات اللي تخص
الناس بتاعت السيلز، بتاعت الماركتينج، بتاعت الاتش ار، بتاع اداره الاعمال. لا على زوم، على زوم، على زوم. في السنه الثانيه في الماستر بس مقلقه اوريدي. انا فرص الشغل في ماركتينج ادويه، انا ميديكال ريب سنتين. ربنا يوفقك يا منى. ماما از كوكينج. ماشي، عايز اوصل في شغلي الهاند ميد لاعلى طبقه، هل اقدر اني بكلف جهد طبعا. ممتاز، شير الرابط لو تكرمت. حاضر. مفيش رابط، ده انت بتبعت لي وانا ببعت لك المواصفات، فانت فببعت لك الناس اللي عايز تحضر الكورس تاني بقى، الناس اللي عايزه تخش معانا في المحاضره بتاعت يوم الجمعه. فانت حضرتك بتبعت لي اسمك وتفاصيلك وحكايتك وروايتك، وانا بقول لك التفاصيل، وبعد ما بقول لك التفاصيل بتخش يعني ببعت لك لينك ويوزر وباسورد. ده شرف ليا يا عمي، شرف ليا والله، شرف ليا. وبتخش تجوين معانا وبتحضر معانا، وهي فيس بفيس صغيره لجديه الحضور، لان كل الناس اللي كانت حاولت يعني اجاملهم او اعمل لهم هدايا او يعني يحضروا معانا فري ما بيحضروش. كل الناس اللي بيبقى عندها ريال كونسيرن لازم تدفع. فانت لما بتدفع حتى لو مبلغ صغير جدا بتحضر وبتلتزم، والفيز اللي انت تدفعها دي رقم اهبل جدا، وهي بتبقى حماس. ناس قلت الادب والله العظيم. بيدفعوا مرتين. راح اعمل انترفيو في اكبر جيم في طنطا، اشتغل سيزون. المشكله انه بقى اسبوع ما حدش رد عليا. عادي، ربك الرزاق. مش معنى ان انت عملت في انترفيو في مكان اللي انت ابتدى. حبيبي ابعت لي واحضر معانا، ابعت لي واحضر معانا. انت اللي تستاهل كل خير والله. قولوا لي يا جماعه اخر فيديو ليا كنت بتكلم على ايه، وممكن ممكن تحضر معانا فور فري يعني لو انت جاوبت اجابه صحيحه. اخر فيديو لسه منزله كان بيتكلم على ايه. وليت الناس تعمل شير للفيديو، وتعمل شير او تعمل تاجنج لناصر حكايه، عايز اطلع معاه فيديو كده. في راجل محترم برضو كده قوي، ولد شاب جميل قوي بتاع اسمه، بيعمل على الكيمياء والحاجات الكيمياء ومش عارف ايه بتاع، برضو ولد جميل وبيجي يعلق عندي وعم تابعني و تمام. ازاي اعرض منتجي واتعامل مع العملاء؟ انا اسمي مصباح. ماشي يا عم مصباح. و تمام. ازاي اعرض منتجي واتعامل مع العملاء؟ انا اسمي مصباح. ماشي يا عم مصباح. تعال احضر معانا، ده شرف ليا، شرف ليا. بيقول لي اكتر الشخصيات اللي بتفيدنا عم مصباح. تعالى مصباح احضر معانا يوم الجمعه، وانت هتعرف الدنيا ماشيه ازاي، وتتعلم ازاي تتعامل مع العملاء وتحافظ عليهم وتكبر الدنيا. والدنيا ربنا يخليك يا محمد والله. اعتقد يعني اللي احنا يعني عملنا وقت لطيف كده مع بعض. ممكن نتقابل بكره تاني على الساعه 10. سيف سيف، ابعت لي. شرف ليا. اي حد عايز يحضر معانا، اللي عايز يحضر معانا اسماعيل ولا مش عارف اسمه ايه، عايز يحضر معانا يوم الجمعه، ابعت لي على الانبوكس على هنا او على تيك توك او على الانستجرام. هقول لك ايه المطلوب، حاجات عبيطه جدا. انا اللي متشرفت والله العظيم. وهسجل اسمك، الشباب يسجلوا اسمك. تخش معانا يوم الجمعه، ابعت لك لينك على برنامج زوم، هتنزله على برنامج عادي خالص على تليفونك عادي، وبيبقى فيه باسورد ليه. بتخش على روم مقفوله. النهارده كان في ناس من الاردن، ناس من السعوديه، ناس من العراق، ناس من ليبيا، ناس من السودان، وناس من مصر. وادخلك على جروب واتساب. جروب واتساب دي برافو عليك اللي عمل. بص الاختبار طلع، بص ان النتيجه ايه بقى، ده اختبار الشخصيه ده صح كده؟ شاطر انا صح؟ نتيجة اختبار انا شخصيا. قول لي بقى طلع ايه، اسد ولا طلع مش عارف ايه، المسيطر ايه؟ جدع نور، نور الدين، جدع نور. تخش على الجروب ده، وبيبقى فيه جروب واتساب، وبيبقى فيه استمراريه. الفيزا انت بتدفعها بتحضر مرتين ورا بعض، ولو عايز تكرر تاني وبنتكلم على حاجات مهمه جدا تخص البيزنس،
وبنطلب منك طلب تروح تعمله المرة الجاية، وتيجي المرة الجاية تعمله، وزي كده يعني اكسرسايز صغير كده او هوم ورك صغير. فربنا يوفقكم جميعا، وانا بشكركم يعني على الوقت اللطيف ده، وان شاء الله نتقابل على كل خير باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. عايزين تسالوا انا حاجه؟ انا خلصت خلاص. خشوا ابعتوا لي، اللي عايز يحضر الكورس سجله على طول عشان الاماكن دايما بتبقى عدد صغير. الله ينور يا نور، عدد صغير، فتصبح على الف خير يا حبيب قلبي، ونشوفكم على خير. اللي عايز يسجل يبعت لي على طول، وعشان يسجل ويلحق الاسبوع، عشان على نص الاسبوع بيبقى الاماكن خلصت، مبقاش في مكان، ببقى عايز ادخل الناس كلها بس مبقاش في مكان. وممكن الناس اللي عايزه تحضر معانا اللايف تاني، تقريبا انا كل يوم ممكن بكره الساعه 10 بالليل كده نطلع نصايه كده. ف بشكركم جميعا، بشكركم. يلا نشوفكم على الف خير، ونتقابل على خير ان شاء الله ان شاء الله. يلا جود لك، ونشوفكم على خير. باي باي. الكورس عن السيلز، عن اي واحد بيشتغل في شركه او صاحب عمل او عايز يفتح برايفت بيزنس. خش شوف الفيديوهات بقى وانت تفهم اكتر. والكورس بتاع النهارده، الحلقه بتاعت النهارده هننزل بيها فيديو بكره باذن الله. على انا كل يوم بنزل فيديو على ما قد ما اقدر وعلى حسب الوقت، يعني كل يوم الساعه 9 بالليل. ويلا جود لك، ونشوفكم على خير باذن الله. يلا سلام، باي باي.